ضيف هذه الحلقات هو ايضا شخصيه استثنائيه. ضيفنا ايها الاحباء هو الاستاذ الدكتور مجدي موريس ماكس، استشاري الامراض الباطنه العامه ورئيس قسم الباطنه في مستشفى فريد حبيب، وايضا هو سكرتير اللجنه الطبيه البابويه، رئيس الكوميسيون الطبي البابوي، المسؤول عن علاج رجال الاكليروس في الكرازة المرقسية بمصر كلها. الحقيقة أنا كنت في حالة، يعني كان في مشكلة، حد تعبان قوي في العائلة. العائلة عنده؟ لا عندنا. في العائلة عندنا. فأنا رحت الدير وقلت أنا هحاول أدخل لأبونا فانوس، كان ده كان 2006، علشان أخد منه بركة. أنا هخلي معاك البركة، هخلي معاك البركة، أديها للمريض داوي. باخد الإذن من المريض بديهوله بصبع كفتة. وصلنا مع حضراتكم. احيانا العلم بيفاجئنا. مع سياده اللواء تيمور لمصنع البسكوت. بدانا بمصنع الحلاوه، ورينا لحضراتكم كمان يمكن ربنا يحط الشفاء في البركه دي، منتجات الالبان. وصلنا هنا لمصنع البسكوت. الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم دخلت في منطقه الاليات. برجلي. شارع الاله للدايه. ايوه برجلي. حكيت له القصه اللي انا فيها وقد ايه انا في ازمه ومش عارفين نتصرف فيها ازاي. فقلت له انا كنت عايز اقابل ابونا فانوس. فقال لي استناني هنا. دخل القلايه بتاعته. اتضح ان انا كنت واقف قدام الآلية بتاعته وتايه. الآلية القديمة اللي كانت امام المجمع او المطبخ القديم بتاع الدير. تمام كده، تمام كده صح. دخل وجاب لي مجموعة بركات من ابونا فانوس. مناديل وهدايا وزيت. ما بقتش عارف اشكره ازاي. وخدتهم ورجعت وانا راضي. يعني ما قابلتش ابونا فانوس طبعا. كان في صعوبه ان اي حد يقابل ابونا فانوس، وانا ما الحقتش ان انا اعمل كده. اخذت البركه دي وقلت ربنا رايد ان انا اخذ الحاجات دي وارجع لهذا المريض. تمام.